أبعاد سياسية واجتماعية وتنموية مهمة، سواء على مستوى التوقيت الذي عقد فيه المؤتمر أو الشعار الذي اختير له، وكذلك من حيث الشخصيات الوازنة الحاضرة في المؤتمر. فمن حيث التوقيت فهذا أول مؤتمر إقليمي يعقد بعد المؤتمر الوطني الثاني على صعيد المملكة، وهذا يدل على الحركية والتفاعل الإيجابي مع توجهات الحزب بالمدينة والإقبال المنقطع النظير قصد الانخراط في هياكله ودعمه. أما كونه مهما من حيث الشعار فلم يكن اختياره اعتباطيا، وإنما جاء بإصرار الإخوة المناظرين للتعريش على هذا الملف قصد إيجاد حل نهائي له وإعادة الأمور إلى نصابها. في نفس السياق بذل الحزب على مدار السنوات الأخيرة مجهودات جبارة لأجل هذه الفئة من الشعب المغربي، فهو حدث أيضا للحضور المميز فيه، فتواجد الأساتذة والمشايخ لأكبر شرف للحزب والمؤتمر والمدينة ومدينة الناظور ككل. فبالإضافة إلى كون دخول الإخوة السلفيين إلى الحزب خلق حدث سواء على المستوى الوطني والإقليمي وحتى الدولي، ولكونه تجلي من تجليات انفتاح المغرب على الحريات، ونقطة إيجابية تسجل في سجل حقوق الإنسان وحرية التعبير بالمغرب، فهو أيضا تجسد لإرادة المغرب لطي صفحة الماضي والتوجه نحو المستقبل. من جانب آخر فقد طرحت تساؤلات عدة من قبيل طبيعة توجه الحزب، خاصة بعد المؤتمر الوطني الثاني الذي تزامع مع دخول الإخوة السلفيين إلى الحزب. وهنا تساءل البعض عن الإضافة والأهمية من هذا الدخول، وسنستمع إن شاء الله إلى إجابات شافية جامعة آلية من المتدخلين إن شاء الله. أيها الإخوة الحضور الكريم، إن لسان حزب النهضة والفضيلة للمؤتمر الوطني الثاني هو حان الوقت للانطلاق نحو المستقبل في محاولة جادة لرأب الصدع والشرط والتميع الذي يشهده المشهد السياسي والحزبي، خاصة بعد كمدينة كافية لترجع لكم التالية المليح سول وضعي الفضل الفغط ثم دي ترجع وسيد البرد العبد البريد نطلع تعالى أتنشد البخاع ونطلع تعالى مشروع إلى الغالية تديره في المعنى المليا نتصل على رسول الله جدا يوفق باش ندافع مشروع عواف ونجيبوا الإخوان أن تعتقدن إني أعتقدن أن حاول بأنك لقد ندافع عن الإسلام أخذ ندافع عن الوطن لقد يبقى كثير من أخذ مسلم أبو حفص بأنه ما لم أعتقدن بغرض النظام ألمنا على أسماء أنتم باش إن شاء الله لكم مساقص ندافع. والسلام عليكم ورحمة الله. أن يتزامن انعقاد هذا المؤتمر مع نهاية السنة، وإن هذا مناسبة للحديث عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لبلدنا محليا ووطنيا بالخصوص، وهي مناسبة كذلك ينوب بها من خلالها بما حققه المغرب في شخص جلالة الملك محمد السادس من انتصار على المستوى الوحدة الترابية بعد زيارة جلالته للولايات المتحدة الأمريكية، حيث عبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن دعمه بشكل لا يدع مجالا للشك لمشروع الحكم الذاتي في الصحراء، واصفا إياه بأنه جدي وواقعي وذو مصداقية، ويمثل مقاربة من شأنها تلبية التطلعات الساكنة في هذا الجزء العزيز من المغرب وإدارة شؤونهم في سلم وكرامة. إن إعلان أمريكا لموقفها هذا كان بمثابة ضربة موجعة للدبلوماسية الجزائرية التي تستعمل أموال الشعب على المستوى العالمي لخلق لا استقرار وإثارة الأمور. بالطبع إن الزيادة في عدد الوزراء في ظل الضغوط الاقتصادية والمالية والسياسية التي يجتازها المغرب راهنا يعتبر أمرا غير مقبول وغير منطقي. إن الخلاصة الأساسية التي ينبغي أن تعيها الحكومة وبعض الفاعلين السياسيين هي أن الكثير من تصرفاتهم غير المحسوبة
قد تؤدي لا قدر الله لمزيد من العزوف السياسي، كما قد تؤدي إلى ارتفاع وتيرة الاحتجاجات مع ما سيترتب عن ذلك من نتائج. ولهذا فالحكومة مطالبتنا اليوم أكثر من أي وقت مضى بالانخراط الجاد في خدمة المواطنين وتحسين أوضاعهم والتجاوب مع متطلباتهم، وذلك حفاظا على الاستقرار الذي يميز المغرب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.